السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أعلنت هواوي اليوم على سلسلة النوفا الجديدة المتكونة من 3 أجهزة، الهواوي نوفا 7، نوفا 7 برو، والنوفا 7 اس اي. سنتعرف في هذا الفيديو على مواصفات وسعر النسخة الأقوى من هذه السلسلة. أكيد سنتكلم على الهواوي نوفا 7 برو، لكن قبل أن نبدأ أعمل لايك للفيديو واشترك بالقناة لتكون متابع لآخر الأخبار وتطورات التكنولوجيا أولا بأول. ويأتينا الهواوي نوفا 7 برو مع شاشة أوليد بحجم 6.57 إنش، تأتينا بنسبة استحواذ 89.6%. الشاشة تأتينا مع بانش هول ديسبلاي على يسار الشاشة، نجد فيها كاميرتين أماميتين. الجهاز يأتينا مع 4 كاميرات خلفية ممتازة. بداية مع الكاميرا الأساسية، تأتينا بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8. الكاميرا الثانية كاميرا بيريسكوب، تأتينا بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f3.4، مما تمكنك من 5 مرات زوم طبيعية 5x اوبتيكال زوم. الكاميرا الثالثة كاميرا الترا وايد لتصوير الزاوية الواسعة، تأتينا بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4. أما الكاميرا الرابعة فهي كاميرا ماكرو لتصوير الأشياء من قرب، تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4. وكما قلنا، الجهاز يأتينا مع كاميرتين أماميتين. الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2. أما الكاميرا الثانية فهي كاميرا ألترا وايد لتصوير الزاوية الواسعة، تأتينا بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2. النوفا 7 برو يأتينا مع معالج قوي جدا، الكيرن 985 5G، معالج ممتاز جدا لن تجد معه أي مشكلة. كما أنه يأتينا مع أحدث نسخة لأندرويد، الأندرويد 10 وواجهة هواوي الأخيرة واجهة MIUI 10.1. النوفا 7 برو يأتينا مع بطارية ممتازة بحجم 4000 ملي أمبير، وشاحن صاروخي بسرعة 40 واط، مما سيمكن من شحن الجهاز من 0 إلى 100% في حوالي 40 دقيقة. الجهاز يأتينا مع USB Type-C، بصمة على الشاشة. يأتينا مع لاود سبيكرز عادي، كما أنه لا يدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك. وسيتوفر الجهاز بنسختين، النسخة الأولى تأتينا مع 128 جيجا للمساحة الداخلية و 8 جيجا للرام، أما النسخة الثانية فتأتينا مع 256 جيجا للمساحة الداخلية و 8 جيجا للرام، كما أنه لا يدعم مدخل للـ SD كارد. كما أن الهواوي نوفا 7 برو سيأتينا بخمسة ألوان، أسود، أحمر، بنفسجي، أخضر وأزرق. ويبدأ سعر الهواوي نوفا 7 برو من $522 لنسخة 8 رام و 128 جيجا مساحة داخلية، أما نسخة 8 رام و 256 جيجا للمساحة الداخلية فسعر هذه النسخة $580. جهاز يمتلك كل مواصفات النجاح، يأتينا مع شاشة أموليد، 6 كاميرات ممتازة، معالج قوي جدا، كما أنه يدعم الـ 5G، بطارية أيضا جيدة وشاحن صاروخي. يعتبر سعر الهواوي نوفا 7 برو مناسب جدا لما يقدمه الجهاز من إمكانيات مقابل هذا السعر. أصدقائي، هذا الفيديو كان للهواوي نوفا 7 برو، الفيديو القادم سيكون للهواوي نوفا 7 النسخة العادية. هو أيضا جهاز ممتاز يمتلك مقومات مشابهة للنوفا 7 برو بسعر أقل، سنتعرف عليه معا في الفيديو القادم، فتأكد أن تكون مشترك بالقناة. وفي النهاية أشكركم على المتابعة وأتمنى أنكم استفدتم، فلا تبخلوا علينا بلايك، سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء وشكرا.